عائشة إليه ذا الصلاة ده وحا كمت أن المحافظة على صلاة الصبح مع الجماعة من أطيب الناس عيشا. قفك صلاة ده صبح إلالية أو تشوكتي أو جماعة كو إلالية وقفك ضدك أقول له الفيعا وأنشطهم بدنا جسمي أهان مرك اللي إلادنا ما لم تعث وقفك أقول نشادي في الفرعون بدن وأنعمهم قلبا قلبي أهان مرك اللي إلادنا وقفك أقول فرحات بدن أو أقول قلبي قلبي ضدك ويش نبي قال يري عليه الصلاة والسلام النبي يقول لي هاي يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد مرك قفك أوصي حضوه أيا الشيطان صدح دبر كل حراية ومدح قافية دوشي سوء صار يا عقدوين بكل حراية عقد كنا وقنتمه شيطان كوهبين كي مركا سيحاتيكو استعمال يوي صدح لها الدبر أيوكو قد دبر يا وقنتمه مركا سنبي يقول فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقده هادو قفك هردذي معان كبرنيت كسو قلقشو كسو كعو او إلهينا او حصه او دأكارتي او آخر استمر وقفه صاكعه حركيه يقنتميه اللي قوحي لمدبا فرانيسا فإن توضأ إن حلت عقده هدو ويسقع تانا متكلا قوضي فإن صلى إن حلت عقده هدي صلاة دي صبحي قوو تكدنا او جماعة دي يخير كي او إلالينا كي صدحات باقوعي فأصبح نشيطا طيب النفس وحواقه بريا أصغو أحمد وناكسر أو في الفرعون او وحويان طيب النفس يا نفتي سو اي طيب طاي او قلبي سو قبوي ياهي او قلبي سو قناع علي ياهي او بدنك سو في فرعون ياهي ايا واغو بري ياهي ساسوك وابرست والا اصبح خبيث النفس كسلان ايا النبي عليه السلام هادو سدا يلي وايو او حضورك جماعه يا خيرك الى لي وايو وواغو بري ياهي اسقو خبيث النفس من نفح انت سو حنتايا كسلان او وهسلوء او بلايا دول سارنت هاي حركيه كخيرنا بو ساك لا سو كعايه مرغا سو اسك دحدحيا ميل او سوده اون غران هاي وقف دمات سن وي صلى الله ان با كدخد جماعه دي با دافته ساك ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وحا لو شيغاي قف سيخانيا او الى قرهدو اي كسو بخايس اسك هوردهاي مرغا سا النبي و خيري عليه الصلاه والسلام ذاك الرجل بال الشيطان في اذني كاسي واقف وحويان شيطان لبدا دغود او كاديي او اذنه شك من الراوي اما دغتيس شيطان كو كاديين فضيله اي لهدهي صلاهان وحويان رؤيه الله الهي سبحانه وتعالى واقفك اللازمه او جوجته الهي بو اركيا ما لنت قيامه بحاكه ويني بدل نبي يقول عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر إلهي بعد أركيسان ما لنت قيامها ضي حساد أركتان وحال أركت ذا حق إذا لسكجش بهيا ما هنكلا أركي وحال وش بهيا حق أركت ذا ضي حساد أركتان هبين أفرية تبنا ذا شوجة وقف قف كل عريرين يعان لأرك آيات إلهي ما لنت قيامها أركيسان فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا هذا أودان إن الله إنك قالب نقن أو الله إنك هرمرين صلاة الصبح جاية عصرك سمايا تحس النبي يقول لي عليه الصلاة والسلام ما دام مؤمنين تإلهي أي أمر يا أركيان مالنت قيامها أي النبي يقول لي صلى الله عليه وسلم والعمل كان عمل جليل ويا إلهي يقول نوالا تذكر رب إلهي إن قيام أركانه او إلهي أن حريصه رديه سهلانه عمل كان النبي يقول برادوشنا يا صلى الله عليه وسلم حي السبب أطى هاي صلاة دان صبحي قول إلى عليه إن قفك إلهي عذاب كيسا وكبت باده أو النار تقلي وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نار تمقلا هيو قفت كذا قرحض انت اين صبح وصلاه الصبح يا انت اين دعن وصلاه عصرك قف كاس النار قال ما هي بشاره صدح هذه وحا ويان وحي سبب او تهي صلاه ان او اد الى لسا ان اي سبب كوغو نقطه جنه الله ان اجشت وحو النبي يري عليه الصلاه والسلام من صلى البردين دخل الجنه بخاري مسلم باصصار
labadaas qofkii tukada bardaynka ah jannadu galaya waa subxiga iyo casr. Waxaa marka la rabaa walaalayaal inaynu salaadaan ilaalino, nolosheenna laga bilaabo maanta inaan wax ka bedelno. 10 bishaaro oo waaweyn oo salaada subxiga ay leedahay waa inaan ilaalinaa. Masaajidda salaada subxiga waa cidlo, dadkeedii dadkii ku tukan lahaana ma aynan dhiman, mana aynan guurin, ee waa joogaan, waa deegaanka daris bay leeyihiin, salaadaha kale camiraan. Salaada subxigana masaajiddu waa cidlo, waa in dhaqanka noocaas la bedelaa. Muslimiintu cizz iyo sharaf waxay leeyihiin marka salaada subxiga safkooda ay isku ciriirinahayaan oo ciriirigu ka taagan yahay oo la camirahayo, markaasaa cizzigooda iyo sharaftoodu ay u soo laabanaysaa. Qoom, haddaad rabtid inaad ogaatid in diinta ay ka sii baaba'ayaan oo diin xumo ay ku sii socdaan, salaada subxiga laga eegaa. haddaad ku soo aragtay odayaal 14 iyo wax noocaas oo masaajid ku tukanahaya, xilliyada kalena la tukanahayo, oo dhallinyaradii la waayay, qoomkan waxa weeyaan diintoodii dhallinyaradii xambaari lahayd, khadka way ka baxeen, waa maqan yihiin. Meesha dhallinyaradu ay salaada subxiga dhooban yihiin oo ilaalinayaanna, dadkaas waxaa u socda nuur iyo iftiin iyo khayr iyo barako iyo horukac ayaa ka muuqda. ilmaheenna aan salaada soo xaadirino, annaguna nafteenna aan geyno. صلى الله على نبينا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا عزيز إنك على كل شيء قدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.